على سلامتكم مشاهدينا، مرحبا بكم، مرحبا بكل من اختار قناة الزيتونة. نبدأ معكم حلقتنا لليوم عشوية 3/18/2021. نبدأ معكم حلقتنا لليوم من على سلامتكم، عشوية خفيفة نظيفة إن شاء الله تتعدى معكم به. نحن في تونس هنا قاعدين نخدموا في خدمتنا عادي، والعالم العربي كل قاعد يخدم في خدمته عادي جدا. عندنا الكوفيد وعندنا المشاكل، ومشاكلنا السياسيه ومشاكلنا الاقتصاديه ومشاكلنا بين بعضنا ومشاكل حصيروا لا تحصى ولا تعاد، لكن قدره ربي ديما لاباس. في المقابل فما اخواتنا في فلسطين عندهم سنوات يعانيوا برشا. نفس يقولوا هاي فادي شتاع معناها وشعبويه وكلفازات ذوكم الكل، هذه ابسط حاجه نجموا نعملوها انه على الاقل رابيل وانت قاعده تفرج فينا خلينا نعود نذكره، لانه مقصرين في حق اخواتنا الفلسطينيين. نورمالمون راهو الاعلام نتاعنا يذكر ديما بالقضيه الانسانيه، ما نحبش نقول قضيه ايديولوجيه لا سياسيه لا دينيه، حتى لو كان عندها باك جراوند بطبيعه حاجتك هيك، لكن خليني نقول القضيه الانسانيه واللي العالم كل يحكي فيها، واللي فما تسليط كبير برشا من كيما نقولوا من الاحتلال ومن المساندين للصهاينه. دونك فما تسليط كبير برشا على 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 تصويره معينه يحبوا يخرجوا اللي هما المساكين والضحايا، لكن حد ما ينجم بلغتنا نحن حد لا ينجم يخبي او يغطي عين الشمس بالغربال. دونك التاريخ يحكي، والمشاهد اللي قاعدين نشوفوا فيها يوميا تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره هي ابسط واضعف دليل على انه القضيه هذه قضيه انسانيه، ولازم الناس الكل تتجرد من الملة. لا تكون لا محايده لا تكون عندها انتماء لحد شيء، انتماء الوحيد انسانيتها وانها تكون مسانده ولو بالقليل للقضيه الفلسطينيه. دونك نعاود نذكر انه هذه تحيه او هذا كيما نقولوا اوماج او هذا رابيل الكل التوانسه، راهو عندنا قضيه لازمها على كتافنا وما نسلم وما نأيسوا إلا ما بقدرة ربي. جي الفرج أقنعونا برشا حتى بالمشايخ وبالمراجع وكل شيء إنه فلسطين تتحرر كان عند قيام الساعة. ربي سبحانه على كل شيء قدير، خلي الفكرة هذيك على جنب، ما تتكتفش يديك زادة كيف وتقول لا سي بون اسمعني ما نجم نعمل حد شيء للقضية هذه، لا هاشتاج لا بارتاج لا كلام لا كلمة حق لا حد شيء لا مظاهرات لا حد شيء، قال شيء على خاطر باش تتحرر عند قيام الساعة. تحرك من تو من اللحظة هذه باللي تقدر ولو بالقليل، وسكتوا على الحق شيطان أخرس. دونك حتى لو كان حديث ضعيف لأنه صحيح في معناه، فإن شاء الله يا ربي ينصر كل أخواتنا في فلسطين. قبل ما نستقبل الشيف مروة وشو قولها على السلامة، خلينا نخرجوا فاصلة قصيرة يا مروة ونرجع لك فاصل ومن بعد نرجع ما تبادوش. رجعنا لكم، خلينا نستقبل الشيف مروة. مروة شنو حبيبك؟ الحمد لله. صح لاباس؟ الحمد لله. شنو نسألك سؤال يطرح نفسه. ما هو إحساس إنك تبدأ تحكي وتطيب وتتناقش وعندك كاميراوات وتعرف أن الكاميرا باش تغزر لها وفازيت هذوكم الكل وعندك وش في ودنك غاديك جماعة تعوضني؟ شنو هي الإحساس بالله؟ ما حبوش يسكتوا، ونعرفهم راهو يفتح ليلة بتاع الحديث راهو نعرف شنو الإحساس بجرب. هاني نحاول نركز معاهم. ما تنجمش. هذه دعوه لكل يتفرجوا فينا. كي قلقوك تعمل هكا. صحيتك تنحي الوريات هكا. من بعد تلقى روحك وقتاش تخرج فاصل واش عندك تليفونات وكل تضيع فيها. رانا ساعات كي نقدموا تحيه الرحاب، تحيه البيبل هنا، تحيه الانصاف، وتحيه للناس الكل بطبيعه. ارحمونا شويه. شيف مروة شنو حوالك؟ صح لاباس؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. محلاك بال عايشك بالفيست الجديده. بالبيج. دخلت فادي قال لي سنه 6 ساعة. تذكرتني والله تصدق في بالك كنت تلبس قبل طبليه في اللون هذاك. عندك زرقاء وعندك البيج. لا انا احنا المنديله كلها ديما زرقاء كنا بنات. منين ولد معلمه دونك لازم عندي كلونات نتاعي قبل وفازات. منورة يا شيف. منين سير هاش بازار؟ نحب نقول له ميرسي بوكو على الطابلية الجديدة هاكم تراو فيها مزيانة. تحية ليه. نقول له كمل ربي معاك. تحية ليه بالطبيعة. دونك منورة يا شيف مروة. عايشك. انت محليك اليوم. اش قول؟ خليني نذكر بالطبيعة. نعمل ديفيلي للولاد ولا ترى خليني نقفك الوقفة هكا ترى خذني في التروة هكا خليني نقفك فنعمل لك.
بلو توينز، هذا من عند بلو توينز، تحيه لبلو توينز بالطبيعه الموجوده في نابل وموجوده في شارع الحبيب بورقيبه قدام المسرح البلدي. ايش قالك فازه مزيانه على الاخر على الاخر، تمشيوا تعملوا طالع على بلو توينز، الاسوام كلها في متناول الناس الكل، اي سورتو عندكم للصغار وعندكم معناها نحكي ولاد وبنات وعندكم نساء ورجال ولا على الاعمار الكل، نحكيوا على ماركه تونسيه، مصانع تونسيه، ونحكيوا على اسوام مزيانه برشا، وعندكم بطبيعه ديما كل مره يفاجئوكم باللي ريدكسيون والتخفيض، تلقاهم على الانستغرام، تلقاهم على الفيسبوك، ما عليكم كان تعملوا ديريكتومون طله تجريو قولوا لهم هاك سلام عليكم فادي، راني ريت فادي، سلام عليكم فادي، واعملوا طله على لي باج انستغرام وفيسبوك بلو اتوينز. بيه شيف اش عندنا اليوم؟ اليوم باش نعملوا الساعه، احنا معنا نيوتريسيونيست اليوم ولا طبيب التغذيه اليوم نهار الخميس ان شاء الله. صح كان في بالي راني عملت منيو اليوم نهار الخميس. كل سكر كل ناحيته اليوم. ما عندناش سكر جمله اليوم. عندنا دونتيست. عندنا دونتيست اليوم. ما يسالش. انا اول حاجه باش نعمل اخترت باش نعمل نجم نعمل اونتري وطبق رئيسي ولا نجم زوز نعملهم في نفس الحاجه، انا باش نعمل هكا وهكا. اول حاجه خذيت خضره نتاعي نتاع السلطه سلاد روس اللي هي سلطه مصموطه نتاعنا ولا مفوره، قصيد بطاطا، خذيت لوبيا خضراء، شويه سفناريه وشويه جلبانه تو وقت الجلبانه، قصيتها وحضرتها، في نفس الوقت اليوم خذيت هنا خذيت انا الاود كويس نتاع الدجاج، خذيت الدجاج نجمو يكون اي بارتي، نجم دجاجه كامله تقصها مش لازم كلهم كيف كيف، اليوم باش نعملوه مفور طريقة صحية على الاخر وبنينة بنينة فريمون بنينة خاطر باش نفوحوها احنا هريسة عربي ثوم بصل مرحي زادة شوية فلكحل شوية كركم وشوية ملح باش نحركوهم الكل مع بعضهم، الكسكاس نتاعي ديجا خليت فيه انا شوية بركة ماء من اللوطة وباش نخليهم يتفوروا من الفوق، هي باش تهبط شوية من الفاح نتاعها في الماء اللوطاني، الماء اللوطاني هذاك باش نزيد انا نخلي فيه كعبة بصل وباش نفوحوا شوية كيف كيف شوية ملح شوية فلكحل شوية كركم، ومن بعد ليك باش نعمل فيه المقرونة نتاعنا نتاع صنابل كارتاج خديت تالياتا تالياتيلي تالياتا تالياتا تالياتيلا سامحوني تالياتيلا بالله لا خلينا نسال عزوز، عزوز شو اسمها؟ شو اسمها عزوز؟ هبني هو في وطن تالياتيلي هكا شكلها؟ مش تالياتيلي هذه هي تالياتيلا تالياتيلا طلعت عزوز فما فما مؤنث وفما مذكر فوالا هذه عملتها سلام تالياتيلي تالياتيلا تالياتيلا اللي هي كيما سباجيتي طويله اما هي بلات هذيك تالياتيلي خلينا نسال عزوز شنو مؤنث سلحفات عزوز شنو؟ جاوبني بالصحيح خويا نازك معايا بلو توينز مؤنث سلحفات سلحفاتة هكا عزوز سلحفاتة نرجع لك باهي نرجع للتالياتيلا كما قلنا المرق اللوطاني نتاعي اللي باش يبدا مفوح بالمرق هذاك بالفيح نتاع الدجاج باش نعملوا فيه التالياتيلا نتاع صنابل كارتاج خفيفة خفيفة بالحق في دياك تشوف معناتها ديجا مش روسوري كي تحسها كي تاكلها ديجا خفيفة عليك كي تاكلها بنينة باش نستعملوا بالطبيعة شوية زيت وشوية زيتون أنا هذايا شنو باش نعمل في نفس الوقت السلطه نتاعي باش نخليها على جنب مع الدجاج باش ناخذ بعد ليك شويه اللي نجمو نعملو اونتري والا نجمو نخلطوها بعد ليك مع المقرونه والا نجمو نعملو روز زاده راهو معناتها نخلطوها فيها باش تاكلها تبدا مخلطه بنينه هذا المنيو نتاعنا نتاع اليوم اخترت حاجتين هذا المنيو نتاعنا نتاع اليوم يعطيك الصحه الشيف مرو دونك حاجه صحيه صحيه على الاخر متكامل صحن متكامل على الاخر نعاود نذكروا انه نهار الخميس جي بحضنا شهر زيد ان شاء الله دونك باش نعاودوا نعملوا رابيل للمنيو الصحي زاد كيف كيف وكان نهار ثلاثه نحطوا السكر نحطوا شحور وفازيت ميسي تبدا شهر زيد مش معانا مش بحضنا شهر زيد ما يقلقش سينو شيف مرو يعطيك الصحه كان تحب تبدا المنيو نتاعك اليوم نعاود نذكر هو راهو مانيش نعملوا حلقه لليوم اللي هي سبيسيال معناها فلسطين ونحكي وفهمت بقدرة ربي بقدرة ربي إن شاء الله نهار لحد بقدرة ربي عندكم في الناس حكاية بلاتو سبيسيال فلسطين واللي صاير تو في قطاع غزة وفي فلسطين بصفة عامة لكن نعاود نذكر أنه خلينا في لي مومون هذو في الظروف هذه نذكروا بعضنا ونذكروا رواحنا انه عندنا قضيه كبيره قضيه انسانيه لازم نهتموا بها فعلى ذلك رقم الهاتف اللي بين قدامكم على الشاشه 56 386 321 اطلبونا كان تحبوا تتفاعلوا مع الشيف مروه كان تحبوا تتفاعلوا مع فقراتنا اللي باش نعطيكم ضيوفنا وفقرات باش يحضروا بحذنا زيد شويه والا زاد كيف كيف الفضاء المفتوح لكم انتم لانه برشا في العالم العربي برشا فلسطينيين يتابعوا فينا وباش توصلهم بطبيعه حلقاتنا في على قناه الزيتونه دونك شنو هو كلمتك لشعب فلسطين هز التليفون على الرقم 56 386 321 كلمتك للشعب الفلسطيني
ميسهلش، هذا فضاء مفتوح وحر ليك وين ما كنت، دونك كلمتك للشعب الفلسطيني مرحب بها وين ما كنتم. نمشي نشوفوا بوا مارشي في سوق الكرم، نعملوا طلع لسوق الكرم شوفوا بوا مارشي، ومن بعد نستقبلوا ضيوفنا. ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين بحذنا لليوم هي مدام مريم القهري، هي اخصائيه تقويم النطق والصوت والكلام والتاهيل والادماج المدرسي، اللي باش نحكيوا معها على اطفال التوحد وكيفاش نجموا نتصرفوا بطبيعه مع اطفال التوحد. زاد كيف كيف بعد باش تحضر بحذنا طبيبه الاسنان الدكتوره دلال القروي باش نحكيوا على السوسه عند الصغار. خلينا نرجع بعد العيد نبداو بصغيراتنا، ركزوا مع صغيراتنا، وكل حلقه بطبيعه نختاروا فرد من افراد العائله ركزوا معاه بالكدا. نمشي نشوفوا الكرم بطبيعه بومارشي في الكرم، ومن بعد نرجعوا مكملين معاكم ما تبعدوش. غلي غلي والمزمر مسكي واللي برشا مواطنين معناها يقول لك يستنى في رمضان باش يخرج، فمش هاو ما زلنا ان شاء الله منه هكا، ان شاء الله ان شاء الله منه هكا، ان شاء الله تتحسن الامور. حسب رايك اليوم المواطن العادي ابري قداش الخوف نتاعو تتكلم؟ يعني نحكيو على حاجاتك الاساسيه، ما نحكيوش على الاساسيه. 10000 فرنك 10000 اي حاجات، ما فماش الحومات، ما فماش الحاجات الزايده، لا جبونات لا عظم، حاجه باش طيب طنجره هكا الاولاد وكا. 50000 10000 شكشوكه نحكي لك، لا جبونات لا حتى شيء، لا الحومات لا فما منهم حتى شيء، ذوما لا عظم لا حتى شيء. انا نحب الرفق بالانسان، والله الرفق بالبشر، راه مش معقول كاي الناس مساكن عايشه مش نورمال، عايشين فما عباد تحت الصفر بالحق، مش خالطين حتى الساعات على الخبز، فهمتني؟ وربي يهديهم جماعة، ربي يهدي وربي يقدر الخير وربي يزيل علينا الهوى الغم ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله ربي اللي جاي ان شاء الله خير. نحن تو في مرشي الكرم، حسب رايك يعني شنو الفرق بين اسوام رمضان وبين تو كنت تشوف فيك تعمل في دورك؟ اسوام رمضان هي هي الحكايه، لا فما رخص لا في رمضان ولا في الايام العاديه، الدنيا شاعله فيها النار، ما عادش تجيب حتى شيء، الفلوس اللي باش تخرجهم باش تعمل المواد الاساسيه باش تشري اي حاجه، المواد الاساسيه اكثر من 30 40 الف تحطهم لهنا وتروح، خضره ب 3000، طماطم ب 2000، قارص ب 3000، بقوس ب 4000، معناها تاخذها فيها سلطه وتروح انت كهو تاع 10000 فرنك كذا، شنو تحب ياخذ؟ غاليه المعيشه ياسر ياسر غاليه الدنيا، باش يخلط على الحم ويخلط على الحوت ويخلط، ما حكيتوش عليهم هذا الزوالي شنو غيعمل هو؟ نحن هنا عدوا فيها بنتي، تحب تعرف الفرق بين رمضان وبين تو؟ فما حتى فرق، شعل النار هي هي، الاسعار قاعده هي بي كرم، تعرف راه ما تبقاش عبيه، راه الكرم انت تحكي على مرشي الكرم معناها راه يتسمى ناس زويوله هنا، ناس تقضي، ناس معناها رخيص بارابور المرشيات الاخرين الكل اللي في السونتر فيل، في لافايت، مرشي لافايت، مرشي انا البسيط البسيط باش يهبط يقضي مينيموم مينيموم نعطيك 30000. اليوم ريت ارخص برشا، كان الفلفل اغلى، كان 4 و5 توا 3700 واش، ان شاء الله خير، ومع غدوه 3 بدو الخضره والمرشي، ان شاء الله نلقاوها خير على خير. هل المواطن البسيط اليوم كي يهبط يقضي معناها قفته يمليها بالفم ولا مسكين؟ والله ما نظنها مسكين، احنا كلي عندنا شويه هكا فرق هكاك شويه شويه، ان شاء الله ربي معاهم يا خي، هذاك اللي باش يكون. تحية لكل من التحق بنا وما كنتم، مرحبا بكم. دونك نبداو حلقتنا لليوم بالمواضيع اللي كيما قلنا في بداية حلقتنا أنه باش تكون خاصة ومركزين أكثر على الصغيرات. اليوم نحكيه على أطفال التوحد، وبخصوص موضوعنا اليوم شرفنا بحضورها هي أخصائية تقويم النطق والصوت والكلام والتأهيل والاندماج المدرسي مدام مريم القهري. مرحبا بك مدام مريم. عايشك فيدي. شهر ويلك. مرحبا بك، عايشك. عيدك مبروك علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية كل، نشكرك على الاستضافة هذه. مرحبا بك.
وفادي بربي من المنبر هذا. انا بدي نحب زيد نقدم نحن بيسكو مختصين في مجال الطفوله باسمي وباسم الاخصائيين نتاع تقويم النطق في تونس الكل. نحب نقدم تحيه لاطفال غزه اللي هما قاعدين توا تحت الحصار تحت القصف متعرضين لصدمات نفسيه وازمات كبيره. معناها نحن كلنا متعاطفين معاهم الاطفال هذوما ونتمنى وكان نعاونوهم باي حاجه معناها ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يرفع عنهم البلاء والمشاكل واللي طالت سنوات. باش نحكيوا اليوم مريم مع بعضها باش نحكيوا على اتا واحد هكا ولا باش نحكيوا موضوع اتا واحد، لكن فما نداء عاجل يجيني من الكوجينه غاديك تلك اشارته باتمان شايف وينك باش نبدا نفوح الدجاج نتاعي على هذاك. خديت هنا زوز مغارف نتاع كبار نتاع هريسه عربي باش نحل بالزيت مش برشا برشا جست نحلو بها الهريسه العربي فيدي فوالا. باش ناخذ ثوم باش ناخذ حسب تقريب مغرفه ماكله والا ما يقارب حسب تقريب 8 سنين تاع ثوم. شويه بركه ملحه خاطر الهريسه العربي كما نعرفوا ديجا ملحه. شويه فلفل اكحل باش ناخذو زاده شويه كركم فيدي كيف كيف باش نخلطوه نرجعو نخلطوه الكل مع بعضه. وباش نزيد عليه انا هنا خديت بصل رحيتو باش ناخذ حسب تقريب راس نتاع بصل صغير الكل باش نحركو مع بعضه. باش نزيدها كيف كيف شويه بركه زيت وفيدي توا الدجاج نتاعي الكل باش نعملو بالفاح هذايا باش نخلطو بيه بالكدا بالكدا وباش نخليه ديريكت الكسكاس نتاعي. انا ديجا سخنت الماء خليته يغلي على التفوير باش نعملو الكل وباش نخليه باش نخليه كله في الكسكاس وباش نخليه يطيب في عقله ياخو نفس الوقت نتاع طيب معناتها الدجاج في طنجره كيما حس تقريبا معناتها 20 دقيقه ل 30 دقيقه باش يبدا طيب بالكدا بالكدا فادي هكا هاو. من بعد ليك هو بطبيعته انا تو اللي تحت منه باش نهزه باش نرمي فيه. خديت انا راس بصل باش نقصه على اربعه بسم الله وباش يهبط هو الزيت نتاعو الفاح نتاعو باش نعمل جوست شويه كيف كيف شويه فلفل اكحل شويه كرم شويه سامحوني كركم وشويه ثوم هذا من لوطة. زيت فادي مش باش نعملها خاطر هي ديجا الزيت اللي انا عملته للدجاج نتاعي باش يهبط اللوطة في المرقب نتاع اللي باش نطيب فيه المقرونه من بعد. وكاهو ساهل على الاخر وبنين وصحي فادي شرتو صحيه معناتها انا خديت حسب تقريبا على كل شخص مغرفه زيت باش نخليوه ديجا كيما شفتوا تحرك بالكدا بالكدا فوالا. نكمل نهبط معاه الكل هذا البصل باش يذبل الكل باش يعطي كالقول بنين برشا مع الدجاج واضح. زيد انا فادي عندي زيتون باش نخليه معاه فوالا باش نخليه معاه بعديكا كيما قلنا باش يبنوا باش نخليه يطيب وبعديكا نرجعوا فادي نرجع لكم بعد نرجع لكم بعد شيف مروه اوكي يعطيك الصحة. دونك نعاود نذكر باش نحكيو اليوم مع مريم القهري على التوحد. نبدا معك مريم شنو المقصود بالتوحد؟ شنو هو بالضبط؟ هل هو مرض اضطراب نفسي؟ كما نقولوا مشاكل وقتية شنو هو؟ باش نعرفوا أول حاجة التوحد وفما بعض المفاهيم الغالطة اللي للتوحد ونحاولوا باش نصحوا بعض المفاهيم هذيا. ممتاز. أول حاجة فادي التوحد ماهوش مرض. التوحد هو اضطراب. معناها المرض نلقاو ماهوش مرض ماهوش حاجه اورجانيك في بدن الانسان نلقاوه نعرفوها بالتحليل ولا بحاجه نعرفوا اني صغير هذاك عنده توحد. ليه ليه التوحد هو اضطراب ومجموعه من نسميه نحن كما نقولوا الثالوث هذا تريانجل متكون من ثلاث اضلاع لازم الثلاث اضلاع هذوما يتكاملوا باش نجموا في الاخر نقولوا صغير هذا عنده توحد ولا ما عندوش. نجموا نقول هل هذه تقريبا اغلب الاولياء على حسب معاملتك وقربك ليهم بطبيعه عندهم فكره على النقطه هذه ولا لا؟ ولا يقول لك ولدي مريض بالتوحد
بون هما الاولياء من بعد بالعمر وبالتجربه وبالخدمه مع صغيراتهم باش يوليو في مرحله معينه باش نلقاوهم دي بروفيسيونيل. اما قبل هذا باش يجيونا في حاله من الاول بالكل يكونوا في حاله صدمه، يقول لك انا ولدي لاباس عليه اعضائه كامله نهزوا للطبيب بصفه دوريه يعدي ويشوف له كريجمو، عمره ما قال لي البيدياتر نتاعو مثلا اني ولدك به حاجه، كيفاش توا تقولوا لي عنده توحد معناها كيفاش عرفتوا اني هو فهمت دونك في مرحله معينه من العمر وقتها كي تجتمع مجموعه هو مجموعه عوامل هذوما الكل يجتمعوا مع بعضهم ونجموا في الاخر نقولوا اني صغير هذايا عنده توحد ولا لا. اول حاجه باش يكون التريانجل هذايا باش يكون متمثل من ثلاثه اضلاع كما قلنا، الضلع الحاجه الاولانيه اللي هي تكون الجانب العلائقي التواصلي، الجانب الصغير يكون صحيح الصغير كيفاش يكون اول حاجه هي الروضه اللي تقولنا تعطي تنبيه الاولاني والسينيال الاولاني، خاصه فادي اذا كان يكونوا لي بارون يكونوا عندهم صغيرهم الاولاني ما عندهمش تجربه بالصغار ما يعرفوش الديفلوبمون بسيكوموتور نتاع الصغير كيفاش، دونك ما يظهر لهمش ان هو ولدهم مختلف. وقتاش يظهر الاختلاف؟ كلمه المروضه تقول له راهو ولدك روتيري برشا، راهو منزوي، راهو ما يعرفش يكون علاقات، ما يعرفش يكون صداقات. هذو العلامات اللي تبان من الاول. من الاول هذوما الحاجات اللي برمي الحاجات المهمه. انه ما يعرفش يكون علاقات، ما يبادرش بالسلام، ما يسلمش، ما يقولش صباح الخير تو سامبلومون، معناها نجم هو يتكلم ونجم يقول، اما ما يبادرش بالتحيه، ما فما حاجات علائقيه اجتماعيه نحن نكتسبوها بشويه بالوقت، ما تتعلمش لا من عند البوله من عند الام. مش بالاكتساب. بالاكتساب بالممارسه، معناها ماهيش حاجات ملموسه. بار اكزومبل مثلا فيدي مش كيما نحكي مع طفل عمره 3 سنين ولا بيبي كيما نحكي مع راجل كبير. دونك فما طريقه في الحوار، في الاسلوب، في اسلوب الحوار، في الكوميونيكاسيون مع المجتمع وبعد دايرين بينا. الصغير تلقاه ما يفرقش بين العبد اللي يعرفه ولا ما يعرفوش، ما يخافش من العبد اللي ما يعرفوش، معناها الحاجات اللي تكون فطريه موجوده عند الصغير هي نلقاوه من جا ما يفهمهاش ومن جا ما يكتسبهاش المهارات هذيا. هذا بريمو. المثال الخط الثاني هو نلقاو صحيح نلقاو اني صغير الكوميونيكاسيون اون جينيرال، لهنا كي نحكيو على الكوميونيكاسيون ما نحكيوش على نطق فقط، نحكيو على كوميونيكاسيون هي كوميونيكاسيون سواء تكون فيربال ونون فيربال. انا توا قاعده نحكي معاك، قاعده نخزر لك بعيني، قاعده نتكلم بيدي، فما حاجات تواصليه باللسان وبالكلام وكل شيء، وفما حاجات جيستويل، حاجات في الروغار، في الفيكساسيون دو روغار، هذا كل تواصل الجسدي والبصري، هذا الكل يلقاو فيه صعوبات. صغير هذايا الوليد هذايا نلقاو عنده صعوبات في المجالات هذوما. معناها مشكلة اتصال وتواصل بينه وبين خلينا نسميه العالم. مش ما يعرفش يتكلم راهو، لهنا باش نفرقوا خاطر برشا يصير خلط في الحاجات هذايا، انه صغير يكون عنده غوتار سامبل دو بارول، والا صغير يكون عنده مشكلة في السمع، دونك ما يخزرش وما يتلفتش الصوت وما يسمعش يوخر في الكلام، دونك لازمنا أول حاجة نستبعدوا تو سكي أورجانيك. ما عندناش لازم برشا تحاليل يقوموا بهم لهنا. بون مش انا اللي يقوم، مش الاخصائي في تقويم النطق، هو الاخصائي في تقويم النطق هو انترفونون من بارمي ليكيب صحيح بارمي ايكيب بلوري ديسيبلينير، ايكيب كامل يكون بعد باش ياخذ اون شارج صغير هذا. اما من الاول بالكل هو البيدو بسيكياتر، معناها انا نعطي نداء لهنا لي بارون الكل اللي يحس ان هو ولده عنده نوعا ما بعض الاضطرابات السلوكيه، بعض المشاكل، اللي يحس اللي يشك شويه في صغير واسكو عنده توحد ولا لا، باش نقطعوا شك باليقين نمشيو نعملوا كونسلتاسيون عند بيدو بسيكياتر. البيدو بسيكياتر هو الوحيد اللي يعطي دياغنوستيك، لا كونفيرماسيون دو لا دياغنوستيك، وهو اللي يعمل لانونس ويقول لي بارون اني ولدكم راهو عنده كذا وكذا. دونك نحن بعد ما يشوف البيدو بسيكياتر يجينا، ينجم يجينا نحن قبل راهو، خاطر بيسكو لي بارون يخلطوا، اذا كان ولده ما يتجاوبش مع اسمه، ما يكونش جمله في مع العامين، ما يبادرش بالحوار.
دونك يقول لك مشكل تنطق ويجيبه لك ليك انت. انا نجمو نحن بالخبره وبالاكسبيريونس نتاعنا نجمو نعرفوا اسكو صغير هذايا شكوا فيه اسكو عنده توحد ولا لا، مي نبعثوا للبيدو بسيكياتر وهو يعطي الكونفيرماسيون، وكاين فما دي تريتمون اخرين ميديكال وحاجات ينجم ياخذهم اون باراليل يخدم مع ايكيب كامله. شفنا الحاجه الثانيه اللي هي الكوميونيكاسيون فيربال اي نون فيربال، التواصل اللفظي وغير اللفظي. الحاجه الثالثه تظهر لنا عند الصغير نلقاوه عنده يا اما نلقاو عنده دي ستيريوتيبي نسميهم بالعربي حركات نمطيه. معناها تلقى صغير فادي من اللي يقوم الصباح في ورد بلاصه مثلا، صح، من اللي يقوم الصباح للي يرقد في الليل انت تتعب هو ما يتعبش، من اللي يقوم الصباح هو ينجم يعمل نفس الحركه يعاودها ألف مرة في النهار. تلقاه عاجلة يدورها برشا مرات، تلقاها خيط نتاع ريدو ولا حاجه يبدا يبرم فيه نهار كامل، تلقاه مثلا يبدا يرمي ويطيش في الحاجات فوق راسه ويبدا يقعد يعاود فيها الاكتيفيتي واللعبه هذيك يقعد يعاود فيها برشا مرات. نحن توا صغيرات فيدي صغير بين قوسين معناها اللي ما عندوش اضطرابات، اذا كان باش تعطيه انت بار اكزومبل ليغو ولا كوره ولا لعبه كرهبه ولا حاجه باش تلقاه باش يركب ليغو مثلا باش يمشي الكرهبه ويجي صغير هذا نلقاو ما عندوش اللعبه ما يلعب مش فيها دو مانيير ادابتي كيما لازمها تتلعب معناها بلا غير انت صغير كي تعطيه كهرباء ما تعلموش تقول له على لعبها، ولا كي تعطيه مثلا حيوان ولا علوش ولا قطوسه ما تقولوش اعمل با ولا اعمل كذا، هو وحده باش يبدا يلعب دو مانيير ادابتي. نحن تو نوليو لازمنا نعلموه كيفاش يلعب، خاطر نحن فادي صغير في صغير في العمر هذايا بار اكزومبل انت صغير عمره عامين ولدك عمره عامين باش تجيب له ليغو باش ياخذك ليغو هذوك باش يركبهم اول حاجه باش ينمي الحركه الدقيقه نتاعو باش يكتسب مفاهيم الفضاء باش يتعلم لوريونتاسيون سباسيال اليمين واليسار الفوق اللي تحت بشويه بشويه يوصل عمره 6 سنين تلقاها اللاتيغاليتي نتاعو الجانبيه مكتسبه ينجم يخدم اللي عنده يدين دومينونت هي اليمين ولا اليسار الطفل يعرف يكتب بالكدا يعرف يشد بالكدا يتعلم بشويه بشويه الاوتونومي الصغير هذا اذا كان ما يلعبش دو مانيا غادابتي المفاهيم هذو ما نجمش يتعلمهم مثلا تلقاه يرمي وكهو تلقاه ما يلعبش كيما قلنا بدي مانيير ادابتي دونك من بعد نلقاو زاد عنده دي ديفيكولتي مثلا صعوبات في الحركيه الدقيقه صعوبات في الحركيه اون جينيرال العامه ليكيليبر نتاعو ماهوش بالكدا دونك علاش الصغير اللي عنده توحد عنده حاجات سبيسيفيك معناها عنده علامات خاصه تنجم تبان عليه تبين بطبيعه اللي نجم نقولها الكلمه اختلاف نوعي بيان سور هو عنده عندنا ستيريوتيبي هذايا ولا عندنا زاده نجم نقولوا لي تاش البساط اللي يعاودهم باغ اكزومبل اللي نجم يقعد نهار كامل سو بالونس يقعد يحرك في يديه يمشي ويجي بيديه على وجهه فما ديتاش سامبل ويقعد يعاودهم برشا مرات لهنا لي بارون لازمنا نشكوا شويه ونتقلقوا ونشوفوا شنو هي المشكله نشوفوا اول ما تظهر العلامات هذيا نمشي ديريكت نهز ولدي نعم يعمل كونسلتاسيون فما حاجات اخرى في ماهيش بسيطه معناها حركات معقده نجم يكون روتين مثلا معين يحب يواظب عليه يوميا مثلا يحب يقوم الصباح يمشي لبلاصه معينه يقعد فيها يفطر فيها بعد ما يكمل يفطر من البلاصه هذيك يحب يمشي يلعب في بلاصه معينه اخرى لو فيت انك انت مثلا عنده صغير تلقاه عنده بسكليت ولا كرهبه معينه في بلاصه هذيك يقعد يدورها لو فيت تبدل له شويه في روتين نتاع حياته يدخل بعضه يتمهمش يحب الروتين ويحبوا حاجات معاودة بار اكزومبل ينجم حتى في صالة أفراح ولا في كي يمشي صغير يشوف لي سبوت كلهم يشعلوا ويلقى واحدة في الوسط ما تشعلش ينجم يعمل كريز ينجم يتقلق أنا باش نجيك هنا مريم يحبوا الروتين ويحبوا حاجات عندهم ريتم معين عندهم كيما نقولوا علامات خاصة بار اكزومبل أنا عندي باسيون يجيني الكابيني نحييه إذا كان تخرجوا أمه لازم تخرجوا قبل بساعة من السيونس تعديه للجنينة في الجنينة هذيك ياخذ لومج نتاعو ياكلها غادي ومن بعد يدخل لسال داتونت لازم على قليلة يقعد ربع ساعة في سال داتونت تقعد تفرج فيه به في التلف ومن بعد باش يدخل النهار اللي توخر عليها الكار شوية وما عادش نجم تخلط وما تعديش به الجنينة هذيك يجي يعمل كريز
دونك يدخل بعضه وما عادش ينجم يلقى لي روبير نتاعو. بالنسبه ليهم هما صغيرات هذوما اللي ستيريوتيبي والروتين هذوكم مازلنا ما نعرفوش شنو هو سبب الحاجه الدافع اللي تعملها بالضبط، مازالت مش معروفه بالكدا، ما يحس انه شويه اسيوري شويه يحس بالاطمئنان كي يعمل الاستيريوتيبي نتاعو التصرف هذاك. انا باش نجيك مريم من بعد، قلت لي قبيله على بيدوبسيكياتر دونك باش يعمل هو ديكنوستيك من الاول، اسكو هنا فما تدخل كيما نقولوا سلوكي معرفي والا فما دي تريتمون معناها دي موليكول اكتيف وكل شيء؟ هذا باش نسالها لك بالطبيعه بعد، لكن فقط خليني نعطي دعوه. الرقم قدامكم على شاشه 56 386 321، تطلبونا من اللحظه هذيك تحبوا تتفاعلوا او بليتو كان عندكم سؤال بخصوص موضوعنا اليوم مع ضيفتنا مريم، والا في درجه الكوجينه زيد شويه باش نمشي بحذا الشيف مارو، كان عندكم سؤال الشيف مارو زيد كيف كيف مرحبا بكم. سينو في درجه الكوجينه، في درجه الكوجينه كان عندكم كلمه على القضيه الفلسطينيه مرحبا بكم، تطلبونا من تو على الرقم هذا 56 386 321، كي تحبوا تتفاعلوا في فقرتنا من تو قيدوا اساميكم وزيد شويه نحن نكلمكم. نكمل معاك مريم، دونك هنا كيما نقولوا الطبيب اللي باش يعمل ديغنوستيك، فما تريتمون معناها فما دويات حرابش يدخلوا ولا جوست هو التوحد في حد ذاته؟ ما فماش تريتمون يداوي التوحد بيسكو قلنا هو ماهوش مرض، سي ان كومبورتمون. مي الكومبورتمون هذا ينجم يصاحب بعض الاعراض اللي تري بيان باغ اكزومبل انت صغير هذا اللي ينجم يكون كان يتكلم وفقد المهاره هذيا نتاع النطق في عمر معين، نلقاوه في عمر معين يولي ان بو هكايا اغريسيف انفير لوي ميم، معناها نلقاو عنده لوتو اغريسيفيتي، معناها نلقى ساعات تلقى صغير يقدم يجيه يوصل يخرج الدم، معناها يوصل يجرح روحه، يوصل يضرب راسه على الحيط، خاطر وقت اللي يطلب منك انت حاجه اما ما ينجمش انت ما تفهموش هو وقتها حاجته بحاجه معينه، اذا كان ما تفهموش الام ولا العائله اللي دايره بيه دونك باش نلقاوه ان بو اغريسيف انفير لوي ميم. دونك فما صغيرات ساعات يعملوا سيليكسيون اليمونتير فيدي مثلا تلقاه ما ياكل كان الحاجه لونها ابيض، مش الكل راهو، اما نلقى صغيرات يلقى ياكل مقرونه جبن حليب فقط بار اكزومبل، بار اكزومبل نلقاو صغيرات اخرين ما ياكلش لي تيكستور مثلا الكل، خاطر كيما قلت لك فيدي هذوما صغيرات باش نلقاو عندهم ايبر والا ايبو سونسيبيليتي، معناها خاطر كل صغير هو حاله وحده، هما يشتركوا في المثلث اللي قلت لك عليه انا على الجانب العلائقي والاجتماعي الكوميونيكاسيون والتواصل البصري واللفظي، ونلقاو زيدا الحركات النمطيه اللي نلقاوها موجوده برشا عند الصغيرات. في حالات اخرين يختلفوا، نلقاو يا اما صغيرات عندهم ايبر ولا ايبو سونسيبيليتي اللي هي تكون حساسيه مفرطه تجاه اللمس تجاه الضوء تجاه الاصوات، معناها ينجم مثلا فما اصوات معينه ما ينجمش يسمعهم تنجم انت مش ما ينجمش يسمعهم اما عنده يتقلقوا برشا ينجم يسمعها اون ديغي صوت قوي برشا كانه انت تسمع صوت قوي برشا هو انت ينجم يكون ما يقلقكش. فما دي تيكستور مثلا تلقى صغير ما يحملش اللمس، معناها امه ما تنجمش تحضنه ما يحملش شكون يمس وينزل عليه كانه انت اون ديغي ضربته يبدا يبكي ويعمل كريز كبير، ما يحملش شكون يمس في يدي ما ينجمش يمس هو الحاجات لي تيكستور الكل ما ينجمش يمسهم فاسيلمون. فما العكس، فما اللي يحبك باش انت تشد ويحبك تشد بالقوي والا يحبك انت تعضه والا فهمت نلقاو عنده ايبو سونسيبيليتي معناها حساسيه اي او بزوان كيما نقولوا ايموسيونيل عالي يبدا صحيح. فما ساعات نلقاو الضوء الاصوات فما سا ديبون انت فما صغير عنده هذوما الكل، فما صغير عنده حاجه واحده منهم الكل. دونك على ذاك ديما الدياغنوستيك هو اللي يفض بطبيعه الدياغنوستيك ويكون زاده الكيدونس بارونتال من اهم الحاجات من اهم الحاجات. انت صغير هذا كان نجم يعمل 3 سيونس راهو يتسمى بالكدا بالكدا، اما انت شوف انت قداش يقعد مع امه قداش يقعد مع والديه، ساعات فيدي نلقاو صعوبات زاده في اندماجهم في الروضات لهنا
ما نطلب من معناها من الروضات ساعات صغيرات يتظلموا شويه ساعات دوب ما تشوفوا عنده كيلكو ستيريوتيبي ولا حاجه تولي تقول لك انا نخاف من ما نقبلوش مع الصغار نخاف خاطر مش فاهمه بالقد واحد معناها اذا كان هو عمل كيلكو ستيريوتيبي مش بالضروره راهو باش يعدي صغيرات الاخرين والا باش يكون عنيف تجاه الصغيرات الاخرين بالعكس ينجم صغار من الروضه ساعات نلقاو روضات ومعلمات هما اللي معناها ياخذوا المبادره تلقاها هي صحيح فيها مسؤوليه وتعب وكل شيء اما نلقاو صغير اونجيري انقذناه معناها من يعني اول حاجه تعاونوا الانتيغراسيون نتاعو معناها في تعاونوا بالكدا بالكدا باغ كونتخ نحن نشوفوا حتى بعض معناها الاطفال التوحد ديما ان بو ايزولي او بلوتو لي بارون نتاعهم يلوجوا على سونتر سبيسيفيك معناها المراكز المختصه في حاجات كيف هكا اي هل منصوح بهم اكثر من الانتيغراسيون نورمال والا قبل ما نمشيو للسونتر وقبل ما نمشيو كل شيء انا نشوفوا لي بارون ساعه قبل اول حاجه انت فادي لازم دياغنوستيك قد ما يكون بكري قد ما يكون خير بديت في العامين في 3 سنين بديت ترى تحس في حاجات هكايا شويه مختلفه في جوانب هذية العلائقيه والاجتماعيه والتواصليه نتاع الصغير ديريكت القف ولدك وامشي شوف حسينا لي بارون نحن زاد دي بارون ونحسوا على وليداتنا انت ولدك يمرض بالسخانه تبيت مريض عليه ما ناقف الولدي اذا كان انا ام وانا ابو باش نسلم ونقول انا ولدي ما عاش فيه دواء ما لشكون باش يقوم به دونك العام معناها العمود الاساسي الاولاني اللي باش نسندوا عليه هما لي بارون معناها لازمنا نقفوا لوليداتنا وراهو الاضطراب هذايا راهو يتحسن بالكدا بالكدا وراهم ينجموا يوصلوا الصغيرات هذوما اذا كان فما عنايه باهيه واذا كان فما عمل مبكر معناها غاي ايدوكاسيون معناها بريكوس من الاول نلقاو نتائج كبيره كبيره برشا وفما شهر لشهر يفرق وقد ما تفيق بكري قد ما خير وفي العامين خير من في العامين ونص وفي العامين ونص خير من في 3 سنين دونك اولياء ساعات نبداو في الديني من الاول وساعات نبداو رافضين اني وليداتنا فما دي بارون فادي راهو ما نشوفوش النيفو معناها ساعات نلقاهم في المجتمع ناس عندها دي كادر وعندها بلاصتها كبيره في المجتمع اما في وقارين وكل ما اما ولدي نسكر عليه اما تلقاه ما يعرفوش العائله الكبيره ما يعرفوش اني هذاك عنده ولد وعنده توحد نلقاه ايزولي كانه ما وصمه عار هذا اللي هو لي قد ما نخرجوه للمجتمع وقد ما يخالط العباد وقد ما يخرج وقد ما يشوف الصغار ويمشي للمنتزهات كيف صغيرات الكل ويلعب سبور كيف صغيرات الكل ويعمل بيسين ويعمل كل شيء اي سبور ينجم يعمله معناها قد ما يختلط بالمجتمع قد ما لي ديفيكولتي هذوما قد ما ينقصوا وقد ما ينضوي وانا ونزيد نسكر عليه قد ما يزيد حالته تزيد تعكر تنجم تكون اكثر تقلق تقلق اكثر دونك فما ثقافه كامله لازم تكون موجوده انا الراي هذا واجبنا نحن كاعلام وواجبكم بطبيعه وحتى لي بارون الاخرين انت مادام قلت لي ثقافه كامله صحيح فادي حتى لي بارون الاخرين انت اذا كان انت عندك صغيرك عمره 3 سنين ساعات نلقاو دي بارون يمشيو عندهم صغيرك انت صغيرك لاباس وتلقى صغير واحد اخر عنده هكا شويه اضطرابات يقول لك لا خرج لي هذا ما يقعدش مع ولدي تو ياثر عليه كيفاش باش ياثر عليه هو بالعكس نورمالمون انت تعلم ولدك باش يقبل الاخر وباش يعاونه ويهزه من يده ويخرجه يلعب معاه حتى ولو هو ساعات يرفض انت عاونه نجبدوه بابا هذاك راه عنده شويه صعوبات نحن من واجبنا انت كصغير اول حاجه الاطفال هذوما يوليو ما يتعرضوش للتنمر بينات بعضهم وصغيرات يكونوا واعيين وثقفين فاهمين اني هو اني هو ما عنده صعوبه وانا باش نمد له يد المساعده ونعاونه وثاني حاجه انت كي بارون تكون مطمن انت ولدك معناها بقدره ربي لاباس ماهوش حاجه مرض معدي ماهوش حاجه يجي باش ياخذها ماهوش حاجه في التنفس باش ينفسها ويولي معناها جوست انت تفسر لولدك اني هذا اختلافات معناها بسيطه ونجم حاجه عاديه على الاخر دونك تفاصيل بسيطه نجم تفرق ونجم ونحن من ناحيتنا معناها انا نحكي على من ممبري هذا نحكي على اولاد عائلتي اولاد حومتي صغيرات كي تبدا الثقافه هذيك بارتاجي منا نحن معني انت تو تتفرج فينا ولدك لاباس عليه ما شاء الله دونك من الصغرى فسر له قل له راه اذا كان لقيت عنده لقيت شكون من من من, من زملائك ولا من اصدقائك ندادك ونفس ستركتور ما نفس البدن نفس كل شيء ما عنده حتى اختلاف فيزيك صحتك اي دونك هنا فما تعلموا المعامله الايجابيه الصحيحه
أول حاجة باش تزرع وعي وثقافة كبيرة ياسر من عند ما في صغيرك معناها منذ نعم الأظافر، ومن ميم طون نجم تعاون برشا أطفال باش أنهم يتجنبوا أو نبعدوا عليهم مشكلة التنمر اللي مشكلة كبيرة راهي مشكلة نجم تقلق برشا. هنا قبل ما نختم ونشوف معك اسكو فما حلول والا لا، خليني نشوف كان فريق الاعداد عندنا تليفون حاضر والا لا، كان فما تليفون من المشاهدين الاوفياء اللي يتابعونا. اكيد برشا امهات وبرشا اولياء يهمهم النقطه هذيا، دونك تنجموا تطلبون على رقم 56 386 321. مروه قالوا لك فما تليفون ولا مازال ما قالوا لكش فما تليفون؟ دونك اون فوا انا شو اللي نسالك انت على الوريات هي ولا انا صحيح هاك عندي وريات مش نسالك انت. فما ياسين من صفاقس ريت كيفاش نسالك انت صحيح عندك ياسين شنو حوالك ياسين؟ الو عسلامة، مرحبا بك. عايشك بارك الله فيك. هو فيك بارك الله ياسين، تحيه ليك وكل اهالينا في صفاقس. شنو الامور؟ هاي والله الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله. عملتوا مظاهره مؤخرا هكا ولا على فلسطين؟ اللهم امين. مرحبا بك ياسين، شنو سؤالك مداخلتك لليوم؟ عايشك والله. عندي ولدي عمره 3 سنين ونص، كريت للدار البيضاء، عطاه التاخير في النص، فهمتني؟ يقول بابا يقول ماما، انا ما عندي كون شيء كما نقولوا جمله كامله، فهمتني؟ كاو يتقدم مع التخيرين، ما تخليش عارفين ايش مش نعمل. واضح. دونك عمره تقريبا قلت لي قريب الاربع سنين. قريب الاربع سنين. انت مشيت عملت دياغنوستيك نورمالمون معاها؟ مشيت انا جيت للطبيب معاها نطق، فهمتني؟ اي. حصيلو معناتها شافت الكرم نتاع التلقيح نتاعو، معناتها شافتهم معناتها لقيت هما تولد، فهمتني؟ واضح. معناتها قلت لنا هذه معناتها تولد معناتها مخطور شويه، معناتها تالت مكان، قلت لها راهو تولد مخطور شويه. فهمتني؟ معناتها قلت لها كاين معناتها ممكن ياسر يكون هذا السبب الاخير نتاع الكلام نتاعو. فهمتني؟ واضح. مريم باش تسالك، مريم تفضلي. سي ياسين جوز حبيت نسالك اسكو مشى في الوقت، قعد في وقته؟ سي ياسين تسمع فينا ولا؟ مريم سالتك قالت لك مشى في الوقت؟ قعد في وقته معناها منظم لي سيونس نتاعو او هكا ولا؟ معناها في المشي مشى في عمر عام ونص في القعد. مشي عام وثمانية شهور. مشي هو عمره عام وثمانية شهور. أي عام وثمانية شهور كذا، حتى الصدمين بتاعه ما تفهم مخر شوية. بيه أنت طب إيش قالوا لك؟ والله تعرف شيء، أنا أمس كنت معناتها مشيت للطبيبة نتاعنا، قالت لي معناتها تحبوا برشا خدمة معناتها باش يرجع معناتها يتكلم، وديجا نحسبني مع الطبيبة النفسانية، فهمت؟ معناها فكرة التوحد كانت مطروحة ولا؟ بداية توحد. به. واضح. أنا نقول لك ياسين إن شاء الله بقدرة ربي لاباس، إن شاء الله لاباس، أنت ما شاء الله عليك دونك حريص هكا وحارس على ولدك وكل شيء، دونك بقدرة ربي ولدك في أيدي أمينة مطمئنين عليه إن شاء الله، عندنا كفاءات في تونس وعندنا خبرات في تونس ديما فما الحل، تفضل. هذا هو صحيح. أكيد جدا. فعلى ذلك نحن نحاولوا في كل حلقه نحاولوا نجتهدوا باش نعاونوا باللي نقدروا. انا نطلب منك ياسين بعد ما نسلم عليك انك تتابعنا في المباشر باش نحاولوا تكون فما اجابه مع عند ضيفتنا، وديما في حلقاتنا باش نحاولوا نطرحوا المواضيع هذه حتى اللي نلقاو الاجابات الشافيه والكافيه. ياسين يعطيك الصحه، شكرا لك. مريم دونك بدايه توحد برشا اولياء يقول لك نخاف لانا كيما نقولوا اللي ابلتو اللي يعرفوه انه ولدي كنخليه برشا قدام التلفزه دونك باش يولي متوحد من بعد، كي نعطيه التليفون ملي انا صغير باش يتوحد من بعد. لكن بدايه التوحد هذه الناس اسكو نجموا يلقفوها والا لا؟ بيان سور بيان سور نجموا. احنا اول حاجه نوعيوا ساعه لي مامون جدد ولي بارون اللي عندهم صغيرات جدد، دونك ولدي ما اقل عمره اقل من 3 سنين ما نعطيهش لا تلفزه لا ايكرون لا تابليت لا حتى شيء. نلقاو ساعات راهو بيبيات من عمره عام وهو باش نسكتوه يبدا شاد التليفون ولا نحلوا له اليوتيوب ويقعد يتفرج بالخمسة بستة سوايع. معناها هذوما حاجات تضر وما تنفعش الصغير في الوقت هذا. في العمر هذا صغير لازم يلعب بحاجات حسيه حركيه.
لازم مخه وأعضاء وكل شيء كما هو بيبي يده صغيرة وساقه صغيرة وبدنه صغير حتى مخه مازال ما تطورش وما منماش وكلي نغون ما يكونوش هكايا يخدموا بسرعة الكافية دونك الخلايا هذه باش تكبر وباش تنمو وباش تتطور لازمها حركة لازمها أنشطة حسية حركية الصغير باش يلعب بر الماء باش يبزع باش يمسر مل باش يتحرك مش باش يقعد شاد تابلات وتليفون ويحرك في صبعه فقط معناها هذه حاجة نرجعوا لخونا ياسين عندك اول حاجه الدياغنوست معناها ماذا به يشوف بيدو بسيكياتر يشوف ولده شنو عنده بالضبط خاطر نحن لي بارون نركزوا برشا في العمر هذايا على النطق وعلى الكلام فما حاجات اللي قلت لك عليهم جانب العلائقي وصغير انه يسلم انه يخزر في عينين العبد اللي يحكي معاه لا تونسيون فيزويل انه يسلم بيدي اسكو يقبل اللمس ولا لا فما برشا حاجات هذوما اذا كان نلقاهم نحن ناقصين لازمنا ايكيب كامل باش يعاونوه الصغير هذايا باش نقصوا par exemple من لي بير سونسيبيليتي والموتريسيتي فين الحركيه الدقيقه تكون ناقصه يعمل ارغوثيرابي اذا كان عنده عمل تاخر في النطق وفي الكلام ما يعملش بطبيعه باش يعمل سيونس عند اورتوفونيست فما الناتاسيون فما ليكيتاسيون دوك كل برشا حاجات يعاونوا بالكدا ويعاونوا الصغير هذا باش يتجاوز الصعوبات اللي عنده هذوما الكل وينمي الذكاءات المتعدده ينمي المهارات اللي عنده الانتيغراسيون ماذا بينا يختلط بصغار العاديين ماذا بينا يحكي معاهم ماذا بينا صغيرات في العمر هذايا نحن خطا زاد يقعوا فيه معظم الاولياء تلقاه مثلا هو يبكي ونحن نبداو نلوجو زعما اش بيه زعما شنو يحب يحب هذه نبداو نجرب ويحب هذه اللي نعطيه الحاجه اللي يحب عليها بدون ما هو يقول والا يشير باصبعه للحاجه اللي حاسه بها ميم با معناها ونحن هات نلبي له رغباته الكل ولا صغير يحس انك انت كاب وليت انت اللسان نتاعو والفم الناطق نتاعو وهو ما يستحقش ولا يحس ان اللغه ماهيش ان بزوان يستحقه باش يعيش به يولي ما ينميش المهارات هذيا فهمت دونك لهنا ماذا بينا نحن لي بارون نحاولوا صحيح نفهموا وليداتنا اما نحاولوا نلزوهم شويه باش يتكلموا هو يحب على التفاحه هذه وانا نجيب له نقول هذه هذه ايا وري انت في الاخر تحب ايا برا مدها تراه الحاجه اللي تحب عليه انت تحب هذيا التفاحه الحمراء نحكي معاها بلغه بسيطه بلغه سلسه نعرف لي بارون كل نخدموا نروحوا مخر ما عندناش برشا اما اعطينا شويه وقت جوكاليتي اعطيني نصيف ساعه ولا سويعه بزمان في النهار نقعدوا نحكيوا مع صغيرنا نلعبوا معاه نسمي له الالوان نسمي له الاشكال نجبد الصور نتاع حاجات وانا نوريه نطلب منه الحال لي كونسيني سامبل اعطيني مد هز برا هز لعزيزك هز هذايا لعمتك اعطي حط قدام فوق الطاوله هذوما برشا حاجات يعاونوا بالكدا وما نتسرعوش مثلا ما نقولش انا توا عمري ولدي وصل عمره 4 سنين 5 سنين ما مشيش مع التيرابوت هذايا ولا المختصه هذه دونك نحاول نبدلو نلقاو لي بارون البابيون تلقاه ينقز من ثيرابوت لثيرابوت وهو مش من مصلحة الصغير وقت اللي هو يبدا وبيسكو قلنا الصغيرات هذوما ما يحبوش الشونجمون ياسر وما يحبوش التبديل نلقاو ساعات لي بارون هما اللي يزيدوا يعكروا في حالته اكثر في حالته لازمنا مع الصغيرات اللي عندهم توحد لازمنا برشا صبر ولازمنا برشا سوفل انا قبل ما نجيك باش نشوفوا اسكو الصبر هذايا باش نلقاو فيه ثمار ولا لا خلينا نمشيو لقصور السيف مع بعضنا مريم نمشيو لايسر هكا ولا لو عسلامة ايسر هذا ايسر من الدخله مرحبا يا ايسر الو على السلامه مانيش قاعد نسمع في ايسر به تليفون قص دونك هو وقت الفقره شويه زربنا كانت حصلنا على ايسر في الثواني هذم سينو ايسر بقدره ربي في مناسبه قادمه دونك نختم معك مريم اونكور تحصلنا على ايسر فما حل للتوحد والا لا يعني هل فما علاج والا فما تقليل بيان سور نحن في تونس فادي نحن نضاهي البلدان المتقدمه الاخرين فرنسا وبلدان اخرين ما يختلفوش علينا في حتى شيء عندنا دي ثيرابوت ما شاء الله عندنا دي سيرفيس بيدو بسيكياتري عندنا سيرفيس بيدو بسيكياتري في الرازي عندنا سيرفيس بيدو بسيكياتري في مونجي سليم المرسى عندنا لي بيدو بسيكياتر اون بريفي لي اورتوفونيست في لي زوبيتو لي اورتوفونيست في البريفي عندنا لي زيرغو ثيرابوت هي الاخصائيين العلاج الوظيفي زاد يعاونوا بالكدي بالكدي فما لي بسيكوموتريسيتي الاخصائي النفسي الحركي زاد يعاون بالكدي بالكدي صغيرات دونك هو خدمه نتاع ايكيب بلوري ديسيبلينير وخدمه لي بارون اون بروميير بدرجه اولى خلينا نمشيو مع بعضنا قصور السيف ايسن معنا عبر الهاتف الو عسلامه ايسر عسلامه عسلامه مرحبا بك ام
أيسر. أم أيسر، تحية لك يا أم أيسر. عايشك يخليك. مرحبا بك. شنو أحوالك بصورة الساف؟ إن شاء الله لاباس. إن شاء الله. الحمد لله. ندخلوا في الموضوع، تفضل شنو سؤالك لاله؟ إن شاء الله. عايشك. تفضل. أيسر عمره توا 7 سنين وعنده توحد، لكن أنا فقت به هو صغير. فقت به هو صغير عمره عامين. باهي. خاطر أنا كان جاي ما عنديش صغار أخرين ما فقت به. عندي قبله ثلاثة معناها هو الرابع. ما شاء الله. إيه عايشك. أيسر توا يقرأ في الروضة وكل شيء، لكن كان في المدرسة فيها تحضيري. عاودوا عملوا له اختبار الذكاء، قاو عمره نص 6 سنين، حطوا له عمره 3 سنين. قالتك ما تمشيش معاه عمره 6 سنين، امشي عمره كيما حطيناه لك في التقرير الطبي. ايسر رفض اللي هو يرجع يعاود تحضيري، رفض العام الثاني اللي هو يعاود تحضيري. هو جهزناه اللي هو يدخل سنه اولى، جاته كل صدمه. ايسر عاودنا قالك يلزم تمشي تهزني ما تهزني الروضة، عاود هزني مليك سنة في الروضة هزيته، والإدماج وصل لمدرسته، وصل الإدماج على أساسه في سنة أولى. فهمتي مزيان؟ أكهو رصيت ما مشيت بيه نفسي في المستير بتاعه في السبيطار بتاع فاطمة بورقيبة الطب النفسي، قالوا لي لازمك تمشي على نفسية أيسر. تبع أيسر شنو يعني شنو يحب؟ تبع هو كتبين للروضة. توا الروضة يقرأ لبس عليه المروات، حطوا خلف الجملة، ما عادش في الحروف والكلمة، خلف الجملة ولا على أعصابه، ولا عبارة أيسر عنده جبل باش يدخل القدومة. يعني هذا اللي قاعدة نقول فيها. صعبت عليه قال ما عادش يمشي للروضة، ما عادش نقرأ، ما عادش قراية. يا قلت ما قلت يحب نطلع جندي ونحب نطلع كذا وبوليسي، كيفاش باش نطلع له بوليسي الا بالغلط؟ قال لي نعرف اما امشي معايا لاني انت اقرا معايا انت ولا اني انت عاوني في القرار. هو يتواصل معك عادي؟ هو يتواصل معايا مره عادي مره اجي تي على الاخر على الاخر. المهم معناها ينجم يعمل فورميلاسيون نتاع جمله كما نقولوا ريفورميلي جمله. ما ينجمش. ما ينجمش. ما نجمهاش. ما ينجمش. ما كيفاش يقول لك معناها انت تمشي تقرا؟ قال لي يا ماما انت عاوني بالنكت، قال لي نكت لي انت الجمله، نكت لي انت الجمله، نكتها لي انت يا ماما واني نكملها. واضح. ويقول لي تعبت في تم، يقول لي تعبت. مدام ام ايسر خلي خلينا نشوف مريم كان عندها سؤال ولا حاجه. مريم سي بون باه، ما عرفش نجاوبوك مدام ام ايسر. انا السلام عليك برشا، ان شاء الله ربي يحفظ ايسر. تابعنا تو في المباشر. ربي اسمعني وما فما حتى امزيه. مرحبا بك. دونك تابعنا تو في المباشر مع ضيفتنا، ان شاء الله باش نحاولوا نعطيو اجابه ان شاء الله يا ربي تكون شافيه وكيفيه. نسلم عليك برشا برشا. مريم كلمه ليك. انا تو ايسر ما ريتوش قدامي، ما حسب ما فهمت اني هو يلقى في ديفيكولتي كبار وقت اللي بيسكو يقولها ماما انا قتلي. هو عمره 7 سنين، اما لاج مونتال نتاعو حسب لي بيلون اللي تعملوا له مؤخرا لقاو اني هو الديفلوبمون نتاعو مازالت ناقصه، معناها مازال يفهم ويتبع وينتبه اون جيريت في العمر 3 ولا 4 سنوات. دونك الايسر لهنا يلقى في دي سيتويسيون دي شيك. مثلا انت في تو في الروضه، راهو في التحضير، في الروضات في التحضير عباره يقرا سنه اولى، راهم يكتبوا جمل ويعبروا ولازم ينسخ ويكتب برشا. بيسكو هو تو ابارامون ايسر عنده صعوبات في الحركيه الدقيقه، وما ينجمش يشد ستيلو بالكدا، ويحب شكون يشد له يده، ويحب شكون يعاونه وشكون ينقط له. دونك يلقى ديفيكولتي او نيفو دو لا موتريسيتي فين وفي الكوميونيكاسيون فيربال اون جينيرال. يلقى في دي سيتويسيون دي شيك، معناها هو قاعد يتحط في وضعيات عاجز كل يوم. دونك لهنا الحل الانسب، الانسب اللي هو انه يكون معاه افياس هو مرافق مدرسي باش يعاون ايسر شويه وقت اللي يجيوه الكريز نتاعو ويفد ويقلق برشا باش يخرجوا يعمل به دوره ويلعب به لبرا. وقت اللي يكمل معناها يتبع الريتم نتاع ايسر، مش يتبع الريتم نتاع القسم. وقت اللي توا في العمر هذايا هو معناها ما نتبعوش الريتم تاع الصغار يكتبوا ويعبروا بجمل وبواحد، نتبعوا مازلنا ايسر حتى اللي يخدم ساعه قبل الحركيه الدقيقه نتاعو، يخدم بالصلصال اكثر، يخدم تحاول تخدمه بالعجين اكثر، نقويوا له الموتريسيتي فين، تشوف تلتجا المختصين في الدومين هذايا، شوف الديزيغوثيرابوت كان عندها قراب بحذايا، تشوف يعاونوها برشا في الحركيه نتاعو الدقيقه.
وشو وتشوف ما تقعدش الام تتخبط وحدها، هاي مره هزته سنه اولى ومن بعد عاودت رجعته، تشوف لافي نتاع المختصين. اذا كان انا مختصه نشوف انا قدرات الوليد هذايا، نجم انا نشوف فيه قدرات المعلمه ما تراهمش، بيسكو هو يبدا هكا انا اذا كان نشوف عنده قدرات نجم نتبلو ليت ونقول لهم راهو صغير هذايا الى انتجرابل، وينجم يقرا في قسم مع مرافقه معاه تكون تعاونوا. مازلت نحن المونتاليتي نتاع المرافقه في المدارس مازلت مش موجوده برشا، والله في تونس السنوات هذيا ولات ظاهره بالكدا، تعاون بالكدا المرافقه. وقت صغير يقرا سويعه سويعتين من زمان، وقت اللي يجيه كريز ولا يبدا يتقلق برشا وما عادش ينجم يقبل انه يقعد في القسم، يخرج يمشي يعمل اكتيفيتي لبرا وحده. لازمنا برشا ويكمل يعمل انتجراسيون على روحه. كما قلت انت تصليح وتعديل حتى في السيستيم ايديوكاتيف نتاعنا، نقراو حساب يعني الاطفال اللي عايشين معنا هكا، واللي لازمهم انه شكون اللي نجم كيما نقولوا تلاقي بهم بصحيح. دونك مريم نسلم عليك برشا، نشكرك برشا على حضورك بحذنا. دونك كان هذا موضوعنا لليوم، هو موضوع التوحد اللي هو مهم ياسر، واللي افادتكم به اخصائيه تقويم النطق والصوت والكلام والتاهيل والادماج المدرسي الاستاذه مريم القهري. شكرا لك، شكرا على حضورك مريم. شكرا. شوف مره باش نجيك لكن بعد الفاصل، خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا. وذلك اضعف الايمان، كل الغنايات البساط وكل الهاشتاج وكل لي كومونتير والبارتاج وكل شيء. دونك ذلك اضعف الايمان، على الاقل على الاقل نتحركوا باللي نجموا. كل قائل تو بالله شنو بيدينا نجموا نعملوا؟ كان جا فالح راهو من البارح، معناها كان جينا نجموا هكا سوا ديزون نحروا الاقصى رانا حررناه، صحيح ولا؟ اما ما نجموا نعملوا حتى شيء. فعلى ذلك على الاقل حتى كي ما نجموش نتحركوا ما نسكتوش، على الاقل نحاولوا نكونوا نحن كيما نقولوا لسانهم، نحاولوا نحسهم لي نحن على الاقل معهم وحاسين بهم. نعاود نذكر سامبوليك على الاخر هذا، يعني مش زعما شعبوي، حاجه سامبوليك فقط كيش تفرج فينا. قاعد نذكر ونعملوا في رابيل انه فما قضيه انسانيه، قضيه فلسطين، لازمنا نعاود نذكروا انه هي قضيتنا نحن زاد كيف كيف كتوانسه كعرب وكمسلمين. نرجع للشيف مروه. فدي انا حضرت في بالك. صح عليك. روحوا معناها نسكروا برنامج. لا مازال البرنامج. عمل جوست باش نذكر في ساعه شنو عملت. خذيت الدجاج نتاعي. فواحد حضرت لفيح نتاعي. خذيت زوج مغارف هريسه عربي. فما شكون يجوجم فيك لهنا في خاطر قربت بديت نسمع شكون هذا. فاش قاعدين يحكيو؟ خاطينا. ويقولوا انه. كما قلت خذيت الدجاج نتاعي أنا هريسة عربي زوز مغارف، حضرتهم في الصحفة نتاعي زوز مغارف هريسة عربي. وهكا حضرتي في المزاج طيب؟ لا سي حاضر طيب. تنبز الشيف؟ لا مش تنبز، خاطر هو نفسه يقعد اللون. يقعد هكاك نفس الشيف، خاطر فور يقعد نفس اللون. كما قلنا مغرفتي هريسة عربي، شوية ثوم ولا ثمانية سنين ثوم، شوية ملح، شوية فلكحل، شوية زيت، شوية كركم، خلطناهم الكل مع بعضهم فادي، وبعديك خليناهم في الكسكاس نتاعنا بيان سور، شوية بركة ماء من اللوطة اللي أنا عملت فيه المقرونة نتاعي، وخليت معاها الزيتون، وشوية كيما قلنا أنا قلت نعمل سلطة روس، سلطة الفورة نتاعنا، وخلطت زادة فيه في المقرونة، عملت بارتي خليتها باش نخليها مع السلطة، وبارتي حضرتها فوالا مع المقرونة. المقرونة خذيت سنة بالكرتاج كيما قلت تالياتا، اللي هي تالياتيلا سامحوني، مش مقرونة بالصوص، أما هي فيها الهريسة العربي، غير فيها الطماطم بالكل يوم هريسة عربي ومحرحرة شوية. ممتاز. وبيان سور خذيت أنا شوية الزيتون مع الدجاج. أي بالطبيعة. دونك نرجع لك أنا بعد. فادي فما شكون من السادة المشاهدين تكلموا يحبوا على اليويو، قال كيفاش يجيني طري. باهي، باش قولك نعطيهم الروسيت هذه بعد ما نستقبلوا، خاطر عندنا تليفون تو أون أتونت، نستقبلوا معنا مدام نعيمة. ألو، على السلامة مدام نعيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك لاله. شو حوالك؟ يعيشك خويا حمزه، يعيشك، يعطيك الصحه على الفرصه اللي عطيتها لنا باش نتكلموا ونساندوا اخواننا في فلسطين حتى بالكلمه معناها. هذا هو ولا كل كلمه لاله، تفضل. يعيشك. انا عندي زوج رسالات، الرساله الاولى اخواننا في فلسطين. نحييهم وذلك الشعب الهدري معناها الصابر الذي لا يرفع الا لله ولا يرضى بالذل والهوان. نقول لهم ربي يثبتهم وربي ينصرهم ويزيدهم رفعة ويزيدهم كرامة وعزة بإذن الله إن شاء الله. والرسالة الثانية للحكام العرب المتخاذلين الذين سيتحملون كل قطرة دم تشرب في فلسطين وسيسألون يوم القيامة عن ذلك.
نقول كلمة أخرى زيادة، اللي يتكلموا على حقوق الطفل وحقوق المرأة ويتشتتوا بهم ياسر معناها. نحن نشوفوا كل يوم في المجازر ونشوفوا في المذابح بتاع الصغيرات وبتاع النساء، للأسف وينهم هذوما؟ وينهم؟ صح. وينهم؟ علاش ما يتكلموش؟ علاش ما يدافعوش على حقوق الطفل وحقوق المرأة؟ ما يعرفوك الحشد هذيك كان في أمور أخرى؟ والله شيء صدقني أنا مريضة، هلا نذكر على إخواني في فلسطين، صدقني مريضة ونتمنى نعاونهم باللي نجيب، أما الله غالب، الله غالب، إن شاء الله ربي ينصرهم وإن شاء الله ربي يثبتهم وإن شاء الله نعاونهم كما قلت أنت باللي نجمو ولو بالكلمة، حتى نقاطعوا المنتجات نتاعهم، حتى الأنشودة كما تحط أنت يعني في الصحة حاجات أنا نسمعها ونوصلها لأولادنا. فهمتني أخويا حمزة؟ وربي يبارك لك، فيك بارك الله، هذا واجب، يعيشك ربي يبارك لك وربي ان شاء الله ينصرهم وما ننساوهمش بالدعاء ان شاء الله. امين يا ربي. انت كما قلت انت معناتها حتى في صلاتك ادعيوا ادعيوا والسلام، هذيك وذلك اضعف الايمان وتحسبون عليه وهو عند الله عظيم. انا فقط قبل ما نختم معك مدام نعيمه، في بنزر تسكو فما منظمين وقفات مثلا هكا معناتها كما نقول مظاهره رمزيه، مش حتى ما نقولوش احتجاجيه، مظاهره رمزيه. ما ترى ما ريت معناها ما سمعتش. انت فقط ديما خليك معنا، انت فقط ديما خليك معنا ان شاء الله، وخاصه نهار الاحد بقدره ربي في الناس حكايات باش نعملوا حلقه خاصه بفلسطين، باش نحاولوا نتصلوا ونتواصلوا باغلب المناطق وندعوهم باش انهم زاد كيف يدخلوا معنا. انتم على فكره زاد نحكي علينا وانت وشيف مروه وضيوفنا والناس الكل بطبيعه، رانا حتى نحن نجموا نكونوا من 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 الجنود اللي يساعدوا، فقط اذا كان كما نقولوا نسلطوا الضوء اكثر على القضيه هذه ونخليها حاجه نعاودوا نحيوها ونعاودوا نذكروا مسؤوليتنا تجاهها بطبيعه. نسلم عليك برشا مدام نعيمه. اي عايشك اخويا حمزه، كلمه اخرانيه تفضل. مصطلح قناه الزيتونه هي القناه الوحيده اللي انا ما نكذبش عليك نتفرج فيها ونراها، هي انسان ده قناه الثنيه، الناس الكل عايشه روحها. يعطيك الصحه، يعطيهم الصحه الزيتونه الكل، يعطيك الصحه، هذا واجبنا مدام نعيمه، يعطيك الصحه. نسلم عليك برشا، شكرا لك، تحيه لك. رقم الهاتف قدامكم على 56 386 321، كان عندكم كلمة، كان تحبوا تقولوا كلمة الفلسطين. بون هو للأسف الوقت ساعات ما يسمحش، دونك صحيح بدينا أن بو دروتار، دونك لكن حاولوا ناخذوا وقتنا كافي. زيد شوية باش نحضر بحذانا ضيفتنا، هي طبيبة الأسنان، باش نحكيوا على سوسة عند الصغيرات عند الصغار اللي هو رابيل، زاد كيف ديما هذا ممكن الدرس اللي كنت وين عرفته وأنا صغير، أنا صغير ضحيتي كلهم هما يحكيوا لها وكيفاش تحك سينيك وكل شيء، وليت تبارك الله راه الناس ما لك كلام، اش تفهم ديجا لازمني نمشي نعمل طالع دونتيست بروشينمون. دونك هذا موضوعنا لليوم، جيبوا صغيراتكم خلي يركزوا بالكدا 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 على موضوع اليوم، زاد كيف حتى انتم خذوا فكره كيفاش نجموا تلهوا بصحه اسنان صغاركم. هذا واكثر نلقاوه بعد الفاصل. شيف مرو نرجع لك في الختام نعاودوا نعملوا ريكاب للكل. أنا جست نقول على الروسيت نتاع اليويو افكتيفمون، اسمعني دونتيست بحذانا تقول لي يويو سكر وشو ويني ويني باش تجيب حذاك زيد شويه. دكتور تضحك ورا الكاميرا، اي دكتور دكتوره دليل هكا زيد شويه عم روحك مريت شاي معناها لا شحور لا حتى ما يسالش. انا باش نحكيو جست علاش كيفاش تجي رطبه ما تجيش يابسه الروسيت تاعنا نتاع اليويو. انا باش نعطي روسيت وباش نقول علاش ما تجيش يابسه. احنا ديما نقولوا مثلا في الروسيت باش ناخذ هنا 130 غرام تاع سكر، كعب عظم كونتيتي صغرونه، كعب عظم 3 مغارف نتاع ماكله نتاع حليب، و60 مليليتر نتاع شويه نتاع زيت 60 مليليتر و60 غرام نتاع زيت، باش ناخذوا ساشي نتاع فاني و300 غرام نتاع فارينا، وباش ناخذوا مغرفه قهوه نتاع خميره. احنا باش ناخذوا 300 غرام نتاع الفارينا نتاعنا، اما راهو الفارينا معناتها مش كي تقول بالجرام راهي قد ديما احنا نقولوا حتى لين تتلم العجينه نتاعنا، اما احنا باش تجي الروسيت نتاع اليويو خفيفه برشا ما نخليوهاش حتى تولي بات شاده روحها، نخليوها تتلصق شويه في اليدين، نخدموها مش نعملوها في معناتها فارينا ونقصوها بحاجه، لا ناخذوا كعبوره صغيره كيما قلت ديما تدهن يدك بالزيت
تاخذ كعبره صغيره في يدك وتنقبها كيما نعملوا الفطاير الفطيره معناتها مقليه تهز كعبره صغرونه في يدك ويدك كيما قلنا بالزيت باش ما تلصقش خاطر ما غير زيت راه يدك تلصق فيها العجينه تاخذها وتقليها ديريكت وتقليها عادي احنا نقولوا كيما قلت انا قلت 300 غرام نتاع فرينه اما ما تصبوش لكل فرد مره تبعها بشويه بشويه كي تولي ساي تحسها تتلصق نتاع قريب تولي تشد روحها وانت وقتها خليها العجينه طريه شويه باش تلقى الوقت باش تخمر وما تبداش يبسه برشا. واضح ونحن ديجا في الحلقات القادمين ان شاء الله تنحاولوا كل مره نعملوا رابيل. يعطيك الصحه شيف مرو. زيد شويه دكتوره طبيبه الاسنان دكتوره دلال القروي باش تكون حاضره بحضنا بعد الفاصل ما تبعدوش. مرحبا بكم. رجعنا لكم وهذا جزءنا الأخير من حلقتنا لليوم وبتبيع نحاولوا ختامها مسك ختامها فايدة وختامها صحة. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. تعرف في الجمال في الشكل الخارجي بتبيع الابتسامة تفرق فرق كبير ياسر سواء في جمالية وفي نظافة السنين وفي صحتهم خاصة. فعلى ذلك مهم ياسر أنه نتفقدوا طبيب الأسنان على الأقل مرتين كل عام والأهم برشة أنه كي يحضروا بحذانا أهل اختصاص ولي دونتيست يحضروا بحذانا نونستو نسمعوا للنصايح وكل المعلومات. اليوم بحذانا طبيبة الأسنان الدكتورة دلال القروي. مرحبا بك دلال. مرحبا. صح ولا لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. اليوم باش نحكيو على السوسة عند الصغار هكا ولا؟ إيه إن شاء الله. كيفاش نجموا نقدموا هذه السوسة هذه نحكيو عليها الهاجس المشكلة هذه شنو هي السوسة؟ لازمنا نفهموا من الأول شنو هي السوسة؟ باهي. قبل كل شيء. السوسة هي ماهيش حاجة حاجة تجي من برا. هي فما دي بلاك فما دي بكتيري موجودين في السنين في لي بلاك فوق السنين موجودين عند الناس الكل ما يأذوش حاجات طبيعية يتفاعلوا مع مع السكريات حاجات اللي ناكلوهم سورتو السكريات باش انا حاس الكلام اللي الشيف مروه على فاست شحور قبيل نعاود لكم ديما شحور زاد كبير الله اكبر باش تكون كل السوسه نقولوا احنا شنو يهتز الحموضه مليو الحموضه ينقب السنه تتاكل بالحموضه قداش تاخذ وقت تقريبا باش نجم تبان السوسه معناها تاخو فترة قصيرة فترة طويلة نجم تبان شنو تبان هي عندها مراحل السوسة معناها وقت اللي تشوفها أنت معناها وقتها بانت هي تجب تكون موجودة نقولوا احنا الأكثر وقتش تعطي دي سامبتا هذا هو وقتش تعطي دي سامبتا من الظهور ما نجموش نربطوها بوقت معين مربوطة بحسب الجيان بتاع العبد قدش ينظف فمه وقدش شكل العملية بتاع التفاعل هذيك قلت لك بتاع التكون والتآكل بتاع الميناء بتاع السنين قداش يشد حسب الطبيعه تاع المليون تاع الفم والتنظيف الجيان تاع العبد وكل شيء. عند الصغار خاصه تجي سوسه ولا عند العمر الكل؟ العمر الكل. العمر الكل. العمر الكل. كان نحكيو على سوسه عند الصغار اكيد دو بريفيرونس تكون فما اللهو فما نلقفوها من الصغر صح ولا؟ اكيد اكيد اهم حاجه ان الصغار نعلموهم من الصغر نعلموهم التنظيف ونعلموهم اللي سوسه راهي حاجه مخطره وراهي حاجه تنجم تجيك. اذا انت ما تنظفش سنيك ولازم اللهو علموهم حكين سنين اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه معناها اهم حاجه ناكد عليها ونعاود ناكد عليها وفي عمر صغير راهو زيد ما نقولوش حتى اللي صغير يكبر ابتداء من عمر هو الصغير يبدا ديجا 3 سنين يبدا ديجا عنده راهو سنين ديجا هو قبل ما يكملهم ينجم اللي صغير ملي طلع سنتين ولانين ناخذوا قماشه حاجه لي قبل ناخذوا قماش ولا نبلوها بالماء ونحكوا له حتى هكا سنتين هكا السنه ديما ما نخليوش التفاعلات هذيك تتكون التراكمات نتاع الحليب اخي الصغير زاد راهو ياخذ في الحليب ما نخليلوش البيبغون في فمه هذا نحكي في العمر الاول معناتها لاج زيرو تقريبا معناها من لاج اللي يخرج في سنيه بدا يطلع في سنيه نقولوا نتاع 5 موا يبدا ديجا يخرج في سنيه من بعد شويه يشد روحه ونلقفوه ونعلموه كيفاش يحك سنيه تولي عاده في البيت زاد في الدار زاد لازم يشوف قدامه المثل قدامه البود ام الناس الكل العنايه بالسنين حاجه مهمه كي يشوفها صغير يتعلمها اوتوماتيكمون اكيد نحن نعرفوا او بليتو زرعت الثقافه هي حاجه باهيه انه يعني تولي عندنا الثقافه هذه على الاقل المعلومه هذه وان شاء الله نطبقوها انه زياره طبيب الاسنان على الاقل مرتين في السنه مره كل 6 شهور هل نفس المعادله او المعدل هذايا ينطبق حتى على الصغيرات والا فما اختلاف اخر عند الصغار معناه الصغار يصوروا اكثر ولا اقل طبيب السنين
شوف الصغار يزوروا زاد الطب السنين تفقد لهم في حالات فما بعض المشاكل ولا خاطر لي بارون ما نجموش يفيقوا بكل شيء نجم فما حاجات مشاكل نقولوا نتاع مريره في العام زاد أموا فما مرة الصغير اللي ما يشكيش اللي ما عندوش قلق نقولوا ماهوش متقلق من حاجه ما عندوش وجيعة ما عندوش نحن نفيقوا أو بلتو نعرفوا السوسة اللي معناها عند صغير كي يبدأ مثلا سواء كما نقولوا هكا خده منفوخ شوية لغبه متقلق وإلا عنده أكل اللون الأسود في 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 زرسته وإلا فما أوجيع هل كي نوصلوا لتا هذيك ديجا وصلنا الليخت متاع الخطر ولا هذيك بداية السوسة هنا مع التدخل إذا وصلنا للتا متاع فما أوجيع وفما سخانة وفما قلق معناها ديجا تطورت السوسة تطورت في مرحلة أخرى من الأول تفقدوا ديما الصغير كي يولي الصغير يتعلم مثلا يحك سني باش يفيق أول ما يفيق باش يفيق بالتأكل متاع الماء متاع السنة متاع الماء السنة الخارجي تصير فيه حفرة صغيرة يفيق به هذيك البداية نقولوا أحنا إذا وصل ديجا وجايع وتعفونات وصلنا للتعفونات ما معناها المرحله متقدمه ما فما مرحله وقت تولي اخطر شويه في حاله انه مثلا كما نقولوا مش طفينا الضوء اما ما كانش ما تمش علاج السوسه هذيك تنجم كما نقولوا تقف غاديك ما عادش فما قلق ونولي ديريكتومون عندي البراسا دون معناها ما داويتش السوسه لكن ديما قاعده ما تقفش السوسه ما تقفش ديما تاكل كي تتكون اي هي مش تاكل هاني قلت لك هي تفاعلات ماهيش كان راهي السوسه هي تفاعلات هي ديجا اذا اهتز المليو هذاك الحموضه نتاع الفم صايي وفما ديما ترسبات تقعد وما فماش نظافه باش يقعد نجموا نقصوا من التسارع نتاع التاكل نتاع الميناء معناها في البريود زمني اما مش باش نوقفوا لازم تدخل لازم تدخل دونتيست وكل ما كان التدخل قبل ما يظهروا الوجاع ولا سيمبتوم كل ما يكون العلاج اخف واقل كلفه وكل شيء للصغير وللكبير تمشي هكا كيف كيف بالنسبه نحكيو توا على لي بروسادون ولي دونتيفيس هل البروسادون وحدها كافيه ولا لازم معها لي دونتيفيس وهل نجمو نعوض لي دونتيفيس بحاجات اخرى هل فما كيما نقولوا حاجات منصوحه عن غيرها في لي دونتيفيس توا فما تنوع كبير في لي دونتيفيس وفي المنتجات نقولوا احنا الطبيعيه واحنا لي دونتيفيس ما نجموش نتخلاو عليه خاطر يعاون على التنظيف وتوا لي دونتيفيس فيهم انواع مثلا للصغار في عمر معين لي دونتيفيس لي دونتيفيس فليوري مثلا زي جين الفلور يعاونوا باش يحميوا السنين من التسوس يعاونوا فما نوع دي دونتيفيس زاد يعاونوا باش ينقصوا من الالتهابات نتاع اللثه معناها نستعملوا الانواع فمش نقول لك حاجه معينه منصوح بها كل واحد والكام تاعو شنو مشاكله اي شنو المشاكل اللي عنده لي بروسادون هل فما كيما نقولوا نحن نشوف شفنا برشا انواع فما الخيوط نقول لك تنظف بالخيوط او تنظف بالبروسادون ستاندر نحن نعرفوها اللي فيها ميديوم وفيها سوبل وميديوم وكل فما كيما نقولوا ما تسميش كيما البروس الصغيره ممكن البروس انتر دونتير اللي فيل دونتير هذوما حاجتين يعاونونا اكثر باش ننظفوا البقاع اللي ما بين الزروس ولا ما بين السنين اللي ما عند البروس العاديه ما عندناش اكسي ليه ما تخلط لهمش مثلا حتى في الطريقه زاده كي نمشيو للدونتيست نتاعنا يعلمك حتى الصغير فما موتيفاسيون اليجيان يعلم لك الصغير كيفاش الطريقه الصحيحه مثلا باش يحك حتى للكبير فما حتى الكبار يمشي في باله هو يحك وهو ماهوش يحك بالطريقه الصحيحه يا اما فما دي بارتي في الفم ما همش قاعدين يتنظفوا ولا الوقت في صح يحك يبدا نتاع الضمير كيما نقولوا هكا بالضمير للملائمه لازم الطبيب ينصح الطبيب ينصح كل واحد بالبروس الملائمه اللي حسب الطبيعه نتاع الغبو نتاع اللثه نتاع دونك هنا الاختيار نتاع البروسادون مش لي بري مش الماركه مش الكاليتي بل هو دونتيست هو اللي ينصح حسب طبيعه شنو المشاكل اللي عنده شنو الحاجه اللي توالمو هو عندها به نجيو نحن لهنا تو كيما نقولوا للحل او لصلب الموضوع الطريقه المثاليه والصحيحه اللي كيما نقولوا لتنظيف الاسنان بالنسبه للصغار كيفاش دو بريفيرونس تكون خلي صغيرات اللي يتفرجوا فينا تو
نعلموهم الطريقه الصحيحه ونعرفوهم الوقت الصحيح ومام طون لي بارون ديجا يبداو عندهم فكره باش يسوبرفيزيو صغارهم. كيفاش تقول الحكان يكون على الاقل مرتين في النهار ديما بعد الماكله، ما نخليوش صغيرنا ياكل ويرقد هذه حتى من عمر كما قلت لك كما حكيت لك من العمر الصغير من 3 سنين كل شيء باش يتعود. بالنسبه للحكان، الحكان ياخذ وقته في الحكان على الاقل 3 دقائق. انا الصغيرات نقول لهم احسب ال 30 وانت تحك، مش تعدي وتمشي وتقول ماما صايي معناها حكيت، تحك وتعدي البقاعه كل. عندنا السنين القواطع القدامين نعملوا لهم دوائر، عندنا كي نمشيو للي بارتين تاع الزروس نحكوا لي سيرفاس الكل من فوق منين ناكلوا ونحطوا على جنب زاد نقولوا من الاحمر للابيض من لثه للزرسة نمشطوا، معناها نعلموهم الصغار نمشطوا مشطان. فما كل بارتي في الفم عندها والداخل كيف كيف، انا قلت لك لي بارتي اللي نعضوا عليهم في من قدام نعملوا حاجه دي دوائر ومن على جنب من نمشطوا. معناتها كيما نقولوا 3 دقائق وفما لازم من اللثه ناخذوا وقتنا من اللثه للاسنان الكل. اي اي بالنسبه للبارتي نتاع الزروس من اللثه والشيرت الزروس نبداو نهبطوا هكا نمشطوا باش حتى كي تقعد تقعدش ماكله ما بين الزروس من بعد نعديو لي فيل في وقت ما يكبر الصغير شويه كي يتعلم يشد روحه خاطر صغير معناها صعيبه شويه الحكايه نخافوا يجرح روحه ولا نتاع لي فيل وكل شيء يعدي لي فيل ما بين السنين باش نحو الهدف نفهموا اللي الهدف انه ما نخليوش حتى بقايا طعام في الفم ما بين السنين فوق السنين هذيك اللي تعمل البكتيريا هذوكم اللي بلاك هذوكم اي هما اللي يعملوا التعفن يتفاعلوا مع السكريات ويكونوا السوسه هذوهم. دونك الاوقات المنصوح بها معناتها باش ننظفوا سنينا نحن نعرفوا الصباح قبل النوم الصباح هذاك اقل حاجه نقولوا ومرتين اما في الصباح وفي الليل باش هكا الخمائر اللي تعيش في الفم هذيك نقولوا حتى كان قاعد منها في الليل في الصباح ننظفوها ونجم نقولوا زاد ننصحوا للي نجم حتى 3 مرات حتى كل بعد ما ياكل ينظف علاش لا صحيح مهم ياسر. دونك هذوم الاوقات نقولوا اقل حاجه معناها مرتين اقل حاجه. السؤال اللي نختموا به اللي هو كان يخوفني برشا وانا صغير كنت نخاف من حاجه اسمها دونتيست اللي هي الفزفاز هذيك هي الفزفاز هل هي حل هنا في السوسه وهل الصغار كيما نقولوا بو امبورت عمرهم اللي كان عنده سوسه ديريكتومون حبش نقول يتعاقب الفزفازه للاسف باش نعملوا له الفزفازه اذا خلينا وصلنا اي اذا وصلنا للمرحله اللي فما سوسه رانا باش نلتجئوا لك الفزفازه هذيك علاش خاطر هذيك الطريقه اللي باش نحيوا بها التكون هكا السوسه المتكونه نظفوا بها الكافيتي معناها الحفره اللي تكونت هكا البختي المتاكله باش من بعد نجموا نحطوا فيها رصاص نجموا نسلطوا فيها طول على ايماي معناها نظيف وما غير هكا الجارتي من السوسه وكل شيء تعفنات سورتو. دونك ساعات تعرف حتى اكل البخل هذاك اللي يجينا والله نحكي حتى على عمري انا ماني اونيتمون ما شو با لون بارفي ولا الانسان كل الداعي المثاليه قدام التلفزيون قدام التلفزيون والله ساعات راني ننسى اونيتمون ما نبخل فهمت صراحه صحيح ولا تبخل على شنو بالضبط؟ نبخل مثلا على انه بالشك تلقى روحك مروح خمخم من التصوير من الخدمه تلقى روحك ديريكتومون رقدت صحيح ولا هذه برمي الحاجات اللي تنجم اسكو نجم ديك الفكره كيما الصغار مثلا تو انا ديما في الصغار كي نجي نوصيهم ولا نوصي لي بارون على حكايه الحكايه في الصباح وفي الليل وكل شيء نعرفوا طبيعه الصغير نجم يرقد لك في اي بقعه وحتى واحد صغير عمره 29 سنه زاد صغير شو كان جات عندك عاده صغير كبير شويه بيبي 29 سنه هاي يصير كي تولي علاش انا ننسيستك تولي عاده في وقت ما تولي عاده ما تنجمش ترقد وسنيك مش نضاف وما حكيتش فمك تحس روحك فما حاجه فيك مش هي تبدا متقلق هذيك علاش نحكي لك تولي ابيتود معاك والا كي نقوموا الصباح تولي عاده زايده ما تنجمش الصباح تخرج وانت مثلا تاكل فطور الصباح وتخلي والصباح هذيك الحمد لله مضمون هذيك الحمد فوالا تولي حتى في الليل زايده هكاك تولي عاده تولي عاده معناها حتى ملي الانسان ملي صغير للي يكبر تولي له عاده اللي ما استنسش هو صغير كي يكبر يسلس روحه دونك يكبر يحاول يقف روحه دونك هنا دعوه للصغار باش انهم يحاول انها تولي عاده في حياتك الكوتيديان ماهيش حاجه اللي روحت نهارت لا روحت تعب نسيت نهارت فهمتني كيفاش دونك هذو من الحاجات اللي لازمنا ندربوا بهم صغارنا شنو ينجم يصير كي يكبروا اذا كان ما يتلهوش بسنهم خلينا نختموا بشويه هكا تاع
تنبيه معناها نخوفوهم شويه. يكبروا كي اللي يبدا عنده السوسه من اللي صغير ديجا الميليو معناها الكودونتير نتاعو الاحماض التوازن الحمضي في فمه ديجا اهتز خاطر ديجا عنده برشا لي بكتيري عايشه ولا السوسه عايشه باش تقعد تتبع فيهم بعد حتى في تنجم تتبعوا حتى في السروس والسنين الجدد تنجم اذا هو ما تلاش ما تلاش بالتنظيف مهم ياسر دونك لازم ننظفوا سنين على قد ما نجموا على الاقل زياره مره او مرتين في السنه لطبيب الاسنان. دكتور يعطيك الصح. ممكن هذه حاجه خنزيدوها زياده. انا كنت نخاف من الدونتيست. كيفاش نجموا نشجعوا الصغار باش ما يخافوش حتى الكبار؟ كان نشجعوا زياده الكبار ميساج نحاولوا نقنعوهم بالاقناع مع الصغير مثلا كي تحكي معاه تحاول تقنعه هو في مخه يفهم العمليه بون حتى كبير وتصير لما الاول فما كيما نوع نتاعك يحس روحه اصلا فوبي اي فما كي الفوبي تولي اي هو اكل المضاعفات اللي يقنع روحه اللي يعرف المضاعفات والوجاع اللي باش تصير له اذا ما مشاش اقوى واخطر ياسر ما كان هكا الدرجين ولا هكا ربع ساعه صحيح. اللي باش يعديهم عند الدونتيست كي يحط في مخه اليوم بعد باش تعرض لوجاعة كبيره واللي هي ماهيش حاجه باش تقصه باش تواصل معاه وكل شيء معناه باش الوجاعة باش تولي فما مشاكل يولي هو يقنع روحه يرضى هكا ربع ساعه هذيك ترتحوا من حاجات ما اكثر تقيه من برشا مشاكل من بعد انا شاف مروه كان دونتيست نتاعي لبس لي ماسك باتمار راني ديما بحذا بافيت وماسك باتمار راني ديما بحذا اي صغيره فما نتعامل معاهم بطريقه خاصة فما حتى اخصائيين دي دونتيست اخصائيين نتاع صغار هذا هو مهم ياسر باش انه كيما نقولوا الاعمار الكل تبدا عندها اهتمامات خاصه باش نقيوا انفسنا للمشاكل تنجم تصير ونحن كبار. دكتور يعطيك صح شكرا على حضورك بحثنا دونك دكتوره طبيبه الاسنان دلال القروي شكرا على حضورك. نختم معك شيف مروه خلينا انا كملت فادي اليوم عملت منيو خفيف نتاع سيف وفي ساعه يحضر سورتو في ساعه يحضر ديجا نص ساعه كملنا كل شيء نعاود في ساعه نذكر شنو عملت خديت الدجاج نتاعي اود كويس انا نجمو ناخذوا اي بارتي من الدجاج معناتها حضرت زوز مغارف نتاع هريسة عربي عليهم شوية زيت شوية ثوم شوية ملح شوية فلك حلو شوية كركم خلطهم بعضهم بعديك حركت فيهم بالقدا الدجاج نتاعي انتم بتاتر كي يشوفوها في الكاميرا عليها تشبه المقرونة بالصوص ما هي لا فيهاش طماطم بالكل فيها كان هريسة عربي خديت الدجاج نتاعي فورته في الكسكاس نتاعي وملوته بالكل خليت شوية ماء فيه راس بصل وفيه شويه ملح شويه فلك حل اكا هو ما زدت فيه حتى شيء على خاطر الرفيح نتاع الدجاج باش يهبط في المرق اللوطه كي باش يبدا يطيب وهذيك شنو صار كيما تراو فيها المقرونه نتاعنا ديجا لونها مزيان وفوق بالكل كيف كيف مع الدجاج نتاعي خليت شويه زيتون دنويوتي ما فيش ما غير نقولوا لها من داخل الفادي تاع الزيتونه عجمه شنو لا ولا ما نعرف نقول احنا نقولها عجمه اسمها هكا عجمه اي نحينا كما قلنا ما غير قلوب اسهل ما غير قلوب وخذيت انا زاده خذيت بطاطا وسفناريه وشويه لوبيا خضراء وشويه جلبانه فورتهم على جهه مع الدجاج نتاعي خليت من بارتي صغيره للسلطه والبارتي الاخرى خلطتها مع المقرونه نتاعي تاع صينيه بالكرتاج وان شاء الله تاكلوا بالشفاء حبيت انا نعمل حاجه بركه نتاع عبد مزروب برشا جيعان يحب يدخل طيب حاجه في صح الكلهم في نفس الكسكاس السلطه والمقرونه والدجاج نتاعي يحضروا في نص ساعه يحضروا في نصيف ساعه دونك حتى الدريساج والبريزونطاسيون حاجه مزيانه ما غير التقليه ما غير حتى شيء صحيه على خير شيف مرة يعطيك صح شكرا لك شكرا للدكتوره شكرا للضيوف اللي حضروا بحذنا الكل شكرا الفريق التقني اللي ديما متعبهم ديما نعرف راني دلول القناه لهنا متعب زملائي الكل والله ليت حتى حد قال لي فلوريا تعبك راحه يا فيدي ريت قالوا لكش على الاقل انت في يومك تعبك راحه حتى انا تعبي راحه تحيه لكم انا ندلوا على بعضنا الناس الكل محمد عسيف يقول لكم انا دمي فلسطيني هذه الاغنيه اللي خلينا نختموا بها لليوم حلقتنا وين ما كنتم ستنتصر فلسطين اقنعونا الشيوخ انه في يوم القيامه ان الله على كل شيء قدير رب يكون في عون وينصر كل الفلسطينيين توانسه معاهم بالقلب وبالروح وحتى بك الجيم والبرتاج والهاشتاج وتحسبونا وقيلها عند الله
عظيم. سلام عليكم برشا برشا، نتلاقاو نهار الخميس سبيسيال تيديون على سلامتكم، ونهار الاحد في الناس حكايات خاصه بقضيه فلسطين. باي باي.